أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية صوماليلاند نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية وبرقية تهنئة له. وزير وزارة المالية يقدم مساعدات للمستشفى العام في العاصمة هرقيسة. وزير وزارة التخطيط القومي ومشاركته في مناسبة احتفالية. أمين عام هيئة الدولة للتوظيف وتصريح له للتلفزيون القومي. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم برقية تهنئة إلى كافة حكومة ومواطني صوماليلاند بمناسبة العام الميلادي الجديد 2016. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم برقية تهنئة إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وكافة مواطني صوماليلاند في الداخل والخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا لهم أن يعيده الله علينا بالخير والبركة وصوماليلاند في تقدم واستقرار. سلمت اليوم وزير وزارة المالية بجمهورية صوماليلاند السيدة سمسم عبدي آدم مساعدات عبارة عن بطانيات لمسؤولي مستشفى العام بالعاصمة هرقيسة وخاصة قسم أمراض النفسية والعقلية. وتحدثت في هذه المناسبة وزير وزارة المالية بجمهورية صوماليلاند السيدة سمسم عبدي آدم، أشارت من خلال كلمتها إلى أهمية تقديم الدعم لمرضى قسم الأمراض العقلية في هذه الأوقات من السنة التي تتسم ببرودة شديدة، وأضافت أيضا أنه على جميع مواطني صوماليلاند المساهمة في تخفيف أعباء هؤلاء المرضى والذين فقدوا أهم نعمة وهي نعمة العقل. وتحدث أيضا مدير مستشفى العام بالعاصمة هرقيسة الدكتور أحمد عمر أسكر بكلمة شكر من خلالها وزير وزارة المالية على هذه المساعدات التي ليست بجديدة عليها، بحيث أنها قدمت الكثير لدعم المستشفى العام ككل ومرضى الأمراض النفسية والعقلية بشكل خاص. شارك اليوم وزير وزارة التخطيط القومي بجمهورية صوماليلاند معالي علي حسين إسماعيل وبرفقته عدد آخر من المسؤولين بالوزارة، شاركوا في مناسبة موسعة تم من خلالها تسليم مدير العام الجديد للوزارة مهام عمله خلفا للمدير السابق. شارك اليوم وزير وزارة التخطيط القومي بجمهورية صوماليلاند ونائبه وبرفقته عدد آخر من مسؤولين الوزارة وهيئات العامة بالوزارة، شاركوا في مناسبة احتفالية موسعة تم من خلالها تسليم مدير عام الوزارة الجديد مهام عمله خلفا للمدير العام السابق. وتحدث في بداية هذه المناسبة نائب وزير وزارة التخطيط القومي سعاد عبد وداد، أشار من خلال حديثه بأعمال وإنجازات المدير العام السابق للوزارة، وكما رحب بالمدير العام الجديد متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد. وتحدث هناك أيضا مدير عام السابق للوزارة سعاد عبد الرشيد أحمد قوليد، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن أهم الإنجازات التي تحقق خلال فترة عمله بالوزارة، وكما أشار إلى أهمية وضع خطط مستقبلية للوزارة. وتحدث هناك أيضا مدير عام الجديد سعاد حسن عمر، شكر من خلال حديثه رئيس جمهورية صوماليلاند لتسليمه هذا المنصب، وكما ناشد من موظفي الوزارة بأن يتعاونوا معه لأداء واجباتهم بأكمل وجه. وتحدث هناك أيضا وزير وزارة التخطيط القومي بجمهورية صوماليلاند وتحدث هناك أيضا وزير وزارة التخطيط القومي معالي علي حسين إسماعيل، أشار من خلال حديثه بأعمال وإنجازات المدير العام السابق للوزارة، وفي الختام سلم المدير العام الجديد مهام عمله متمنيا له السداد والتوفيق بعمله الجديد. صرح اليوم سعادة محمد محلة بقريه أمين عام هيئة الدولة للتوظيف لوسائل الإعلام بأن يوم السبت القادم أجازة رسمية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2016. صرح اليوم سعادة محمد محلة بقريه أمين عام هيئة العمال الوطنية بجمهورية صوماليلاند لوسائل الإعلام المختلفة بأن يوم السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2016، كما هنأ رئيس جمهورية صوماليلاند
فخامة أحمد محمد محمود آدم وحرمها السيدة آمنة حاجي محمود جردة آمنة ورس ونائب الرئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن إسماعيل الزيلعي وحرمه وكافة مواطني سوماليلاند بهذه المناسبة، داعين الله القدير أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركات. ناشدت اليوم وزير وزارة المالية بجمهورية سوماليلاند السيدة سمسم عبدي آدم من خلال تصريح لها لوسائل الإعلام المختلفة مواطني سوماليلاند خاصة أصحاب السيارات ووسائل النقل المختلفة بدفع الضرائب التي عليهم للعام 2016. ناشد وزير وزارة المالية بجمهورية سوماليلاند السيدة سمسم عبدي آدم من خلال تصريح لها لوسائل الإعلام مواطني سوماليلاند خاصة أصحاب السيارات ووسائل النقل المختلفة بدفع الضرائب التي عليهم للعام 2016. وتطرقت السيدة سمسم آدم من خلال هذا التصريح إلى أهمية دفع الضرائب والفائدة الكبيرة التي سوف يجنيها المواطنون من دفع الضرائب، والتي من خلالها سوف يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سوماليلاند في شتى المجالات. وأضافت أيضا مشيرة إلى أنه تم تغيير قسائم التي تمنح لدافعي ضرائب وسائل النقل، الذي سوف يكون هناك رقم تسلسلي على هذه القسائم وسيتم قراءتها من خلال أجهزة عصرية تمنح لقوات المرور والرجال العاملين في وزارة المالية وجباية الضرائب. أيد اليوم مواطني سوماليلاند قرار المحكمة العليا بجمهورية سوماليلاند والذي يقضي بترحيل الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية وإعطاء إقامات وتأشيرات دخول الوافدين فيها. أيد اليوم مواطنين سوماليلاند قرار المحكمة العليا بجمهورية سوماليلاند والذي يقضي بترحيل الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية وإعطاء إقامات وتأشيرات للدخول الباقين، وذلك من خلال استطلاع رأي العام قامت به كاميرات التلفزيون القومي السوماليلاندي. وتحدث مواطنين سوماليلاند عبروا من خلال كلمتهم عن سعادتهم الكبيرة بهذا القرار الذي لطالما انتظروه، وكما أضاف أن هذا القرار سوف يزيد من إيجاد فرص العمل للشباب الصوماليلاندي، وأضاف أن لصوماليلاند حدودا جغرافية لا يمكن تجاوزها بصورة غير شرعية. وتطرقوا أيضا إلى أن صوماليلاند دولة ذات سيادة يجب طلب تأشير الدخول إليها كغيرها من دول العالم. شارك اليوم عمدة العاصمة هرقيسة سعادة عبد الرحمن محمود سولتيكو وبرفقته السكرتير التنفيذي لبلدية العاصمة هرقيسة ومسؤولين آخرين في منظمات المجتمع المدني في سوماليلاند، شاركوا في ندوة علمية هدفت لمناقشة الخطة الخمسية القادمة للمجلس المحلي للعاصمة هرقيسة. شارك اليوم عمدة العاصمة هرقيسة سعادة عبد الرحمن محمود سولتيكو وبرفقته السكرتير التنفيذي للعاصمة هرقيسة ومسؤولي منظمات المجتمع المدني، شاركوا في ندوة علمية هدفت لمناقشة الخطة الخمسية القادمة للمجلس المحلي للعاصمة هرقيسة. وتحدث في بداية هذه المناسبة السكرتير التنفيذي لبلدية العاصمة هرقيسة، أشار من خلال حديثه إلى الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لبلدية العاصمة هرقيسة والتي من خلالها سيتم تطوير وتحسين البنية التحتية للعاصمة. وتحدث أيضا عمدة العاصمة هرقيسة تطرق مطولا إلى الإنجازات إدارته للمجلس المحلي للعاصمة هرقيسة، وأشار أيضا إلى أن إدارة بلدية العاصمة هرقيسة قد وضعت خطة للخمس سنوات القادمة وسوف يتم مناقشتها من قبل مجلس بلدية العاصمة هرقيسة للتصديق عليه. وتحدث في هذه المناسبة مسؤولين آخرين. تسلم اليوم مدير عام وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سوماليلاند سعادة محمد علمي آدم أجهزة إلكترونية عصرية كمساعدات من قبل هيئة يونسيف العالمية. تسلم اليوم مدير العام بوزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سوماليلاند سعادة محمد علي آدم أجهزة إلكترونية عصرية مقدمة من قبل الهيئة العالمية يونسيف. وقام بتسليم هذه الأجهزة المكونة من كمبيوترات وأجهزة عصرية أخرى مدير عام شركة بيرسونال للكمبيوتر، الذي تحدث بكلمة أشار من خلالها إلى خواص التي تستطيع هذه الأجهزة تقديمها من أجل تيسير العمل بوزارة الإعلام والتوعية. وتحدث أيضا في هذه المناسبة المدير قسم الصيانة بالوزارة سعادة أحمد صليبان، أوضح من خلال حديثه إلى احتياجات الوزارة لهذه الأجهزة من أجل إتمام الأعمال والأخبار والبرامج المقدمة فيها. وتحدث مدير عام وزارة الإعلام والتوعية والتراث سعادة محمد علمي آدم شكر من خلال حديثه هيئة اليونسيف على هذه المساعدات وحث موظفي الوزارة بالاستفادة منها والحرص عليها. أعزائنا المشاهدين، كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن ومن فريق العمل، ودمتم في رعاية الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الميلادي الجديد أعاده الله علينا وعلى سوماليلاند باليمن والخير والبركة.